بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف بعضنا اليوم. مرحبا بكم مساء اليوم، باش نشوف بعضنا عرض تدريبي على سبرينغ بوت. هي مرحلة تكوينية في سبرينغ بوت، باش نبداو فيها ست أجزاء. باش نشوفو ست أجزاء مقدمة في سبرينغ بوت، تعريف سبرينغ بوت، لماذا نستخدم سبرينغ بوت، ميزة سبرينغ بوت، الجزء الثاني بدء استخدام سبرينغ بوت، عدد البيئة. بعد نشوفو من بعضنا الجزء الثاني، تطوير تطبيقات تطبيق، الجزء الرابع لبارتي سيكوريتي سبرينغ سيكوريتي، اختبار تحسين أداء. الجزء الثالث هو النشر، استخدام دوكر ولبارتي ديبلويمون بالاواس. شوف الجزء الأول هي المقدمة. ما هو سبرينغ بوت؟ تعريف بسيط عن سبرينغ بوت. سبرينغ بوت هو إطار عمل ستيم فريم ورك لتطوير تطبيقات جافا بشكل سريع وسهل. يقوم بتبسيط عملية التكوين وتطوير التطبيقات باستخدام مشروع سبرينغ الرئيسي. يعتبر سبرينغ بوت حلاً مثالياً لبناء تطبيقات قائمة على جافا مع التركيز على السرعة والتكامل السهل. تمتاز سبرينغ بوت، تقرأوا نحاولهم كلهم. ماذا تمتاز سبرينغ بوت؟ سوء استخدام تكامل معرفي، إدارة التعبئات، تحسين الإنتاجية. بشكل عام يستخدم سبرينغ بوت في تطبيق تطبيقات جافا المؤسسة وتطبيقات الويب بشكل عام. لماذا نستخدم سبرينغ بوت؟ هنا علاش نستخدم سبرينغ بوت؟ هذا نقاط يجب العبد يعرفهم قبل ما يمشي يعمل اونترتيان ولا حاجة. هنا سوء الاستخدام، تكامل معرفي، هنا سبرينغ سيكيورتي، سبرينغ داتا، هذا نقاط سوف نتطرق اليهم داخل في المرحلة التكوين بتاعنا. هنا نعمل حتى سبرينغ كلاود. ميزة سبرينغ بوت سوء استخدام التكوين البسيط، نستعمل سبرينغ انسيلايزر باش نشوفو قداش. هنا حاجة تسمى سبرينغ تسمى المطور ببدء مشاريع بسرعة باستخدام واجهات بسيطة. تكوين تلقائي يعتمد على تكوين تلقائي، مما يعني أنه يمكنك استخدام القيم الافتراضية لبعض التكوينات. دونك تنجم تتعلم تفصيل ما وحدك بسهولة. التكامل سلس مع سبرينغ بوت. هذوما قالهم سهولة الاستخدام، نقاط لازم نعرفهم. تكامل مع مشاريع أخرى، تكامل سبرينغ بوت مع سبرينغ جي بي ا، مع سبرينغ سيكوريتي، مع سبرينغ كلاود، مع سبرينغ انتجريشن. هذوما تكامل مع سبرينغ بوت ومحاور أخرى نتم شوفهم داخل المرحلة متاعنا التكوين متاعنا. طرق تشغيل مدمجة وقابلة للتكوين. دونك هنا تشغيل، صور التشغيل تاعو سبرينغ بوت سيرفر مع خوادم تكوينية مثل أباش توم كات. هنا المرحلة المهمة هي بداء استخدام سبرينغ بوت. أول حاجة نعملها نثبت عنا جافا ولا، دونك نثبتو عنا جافا ولا، نمشي هنا سي إم دي، نحط هنا جافا تيري تيري فيرسيون. هنا أنا عندي فيرسيون صعب 19، فيرسيون 19 19. هنا عندي جافا، هنا بعد إذا ما عندي جافا نجم ندخل على قم بزيارة موقع وراك لتحميل جافا. ندخل هنا تشوف نجم هنا كليك كليك هنا
يمكن الولوج كم بهذا الموقع هذا اوراكل جي دي كا داونلود فهمتي دونك هنا يمكن الولوج للموقع هذا يمكننا ندخلو نبتو جي دي كا هذا داكور نكليك على هذايا دونك هنا بعد يقع الانستلاسيون تاع جافا تشغيل جافا نرجعو هنا هذا بعد التثبيت تقوم بتشغيل الامر جافا فيرسيون دونك تم فعل جافا فيرسيون قلنا هنا نحط جافا فيرسيون يعطيك لا فيرسيون دو جافا يعطينا بعدها قد تثبيت مافن مافن انا نجم تثبيت مافن هنا ولا ثالث اخرى احنا مافن مش متثبتو لن يقع تثبيته من ابارتير من باش مافن مش نقع تثبيته ابارتير من لي دو سنسابلو هنا اعداد مشروع سبرينغ بوت يمكن استخدام اعداد مشروع اي Spring Initializer هنا باش نشوف Spring Initializer ويقع تثبيت دونك هنا باش تجينا الصفحة هاذيا Start Spring View دونك هنا باش نمشيو Start Spring View Start Spring View هنا يعطيك هنا سوف نقوم بإنشاء برنامج سبرينغ بوت من هذه الشاشة هنا باش نختارو مافن باش نختارو شكون مافن اللغة هي جافا فيرسيون دو سبرينغ بوت 3.5 اسم المشروع هنا باش نسميه تيست تيست 1 تيست هنا يعني عندي مشروع اسمه تيست نسميه تيست دو تيست تي تي ارتيفاكت اسم تاعو دونك الارتيفاكت سي با اسم دونك تيست ديمو بروجي دونك اسم مشكلة هنا باش نشوف لي ديبوندونس نشوف واش معناها ديبوندونس ديبوندون لي ديبوندونس بالعربية ديبوندونس هي بالعربية هي التبعات هنا باش نكريو باش نختارو سبرينغ ويب سبرينغ باش نكتبو هنا ويب سبرينغ ويب من هنا بعد سوف ننقر على هذا البطن قلنا هنا اخترنا المشروع دونك اخترنا صحيح المشروع تاعنا ادخل اسم هنا اخترنا كان سبرينغ ويب اخترنا سبرينغ جي بي ا ننقر على زر جينيريت باش ننقر على زر جينيريت تحدث وإلقى على الزر جينيريت لتعود مشروع سبرينغ بوت لتعود مشروع بتخزينه كملف سيب بعد ذلك سنقوم بحمل الملف وتوليده به نشوف هنا ننزل هذا صحيح كنترول شي هنا خلق هنا اسمو افيشي دوسي هذا الملف نتاعنا باش نبدل اسمو
باش نحطوه كولي شاش تاعي باش نلوجو المشروع اللي خلقنا توا اللي هو الكاتورس. نمشي هنا اكسترا سي ها خلقنا الملف نتاعنا باش نعمل توا باش نمشيو نرجعو للصفحة نتاعنا هنا. أنا زدت الطرق دونك سبرينغ سي دايز خلقناه بعد سكنا هنا هنا باش نسام اني دو باش نخدمو البروجي نتاعنا. دونك استخدام بيع تطبيق جافا المفضل هذيك هذايا هذيك مثل لانتيليش ولا كليبس ولا استيسون هنا. دونك استخدام البيع المفضل لدينا احنا في الحاله نتاعنا باش نسامو لانتيليش. هنايا باش نحاولو نهبطو لانتيليش لانتيليجي. دونك هنا باش نمشيو قلت انا انتليجي صور بالكش به انا اوكي تطبيق هنا اول سنقوم بعد بيئه التطور. دونك يمكنك تنزيل انتليش ايدي كوميونيتي. هنا باش نمشيو نلوجو على الانتليش سوف نقوم بتنزيل هذا الفيديو هذايا. باش نبدا هنا داونلود باش نكليك فيه ننزل ننقر على الزر داونلود وباش نهبطو لانتيليجي. واذا انا استاذ ولا تلميذ ولا طالب يمكن يدلولوش إديكاسيون ندخل هنا تيتشينغ ويز جيت باين فور ستودنتس اند تيتشرز. دونك هنا ندخل هنا الموقع هذايا ندخل ونعمل ابلاي ناو قولي جو سوي إتيديون جو سوي إنسيديون إتيديون أنيفرسيتار لانفورماتيك. دونك هنا إي جي دوا دوني إي هاف تو هنا يمكن زمني ندخل الادريس ايميل نتاعي. فهمنا انا في الحاله نتاعي انا باش نستعمل الانتيليجي فور ستودنت باش نستعمل الانتيليجي هذايا اللي هو التيميت كوميونيتي باش نستعمل الانتيليج كوميونيتي. هبطنا الانتيليج كوميونيتي فهمنا. دونك انا هبطو بعدها بقى الانستالاسيون تاعو الانستالاسيون تاع الانتيليجي بقى الاشغال نتاعو. هنا باش نحل الانتيليجي نتاعي هكا ملف نوجد ملف تست شو تست
الشرا نتاعنا حليناه دونك نرجعو هذايا دونك على فكرة إذا هبطنا الانتليجي استعملنا الانتليجي فور سيدنت سبرينغ انيسياليز موجود في وسطه من غير ما تعمل سبرينغ انيسياليز من غير ما تدخل سبرينغ انيسياليز تلقى زر اسمه سبرينغ انيسياليز تنقر على الزر هكا أكثر فهمنا دونك هنا نرجع توا هنا الفوق استعملنا سبرينغ انيسياليز هبطنا الشرا نتاعنا هنا بعد ابدا بتشغيل تطبيق دونك هنا بعدها دونك استعملنا هبطنا الديبوندونس التبعات سبرينغ ويب سبرينغ ويب ما هي سبرينغ ويب سبرينغ ويب المفهوم نتاعها بالانجليزيه بالعربيه سبرينغ ويب انكلودينغ RESTful application using Spring MVC Apache Tomcat. Donc, هنا إنشاء الويب بما في ذلك تطبيقة RESTful باستخدام Spring MVC. RESTful هي واجهة برمجة تطبيقات تستخدم طلبات request طلبات هي request للحصول على بيانات get, put, post, and delete. هذا ما هنا قمنا بإنشاء المشروع هذا سمينا تيست هنا باش نمشيو توا دونك هنا انقر بالزر دونك هنا باش نقوم بإنشاء سكون ابي ان كونترولور باش نجيو هنا ان كونترولور نرجع الاسم تاعي نمشي هنا هنا في الدروا هنا السوري نتاعنا الفأرة نتاعنا نمشي نحلو نيو باكيج نجي هنا نقولو كونترولر هنا بعد في الباكيج هذايا نيو شبكة نسميه هلو كونترولر هنا باش نحطو نجيو ريست ما حاجة من هنا نمشي مع بن هنا أول حاجة مع بن نمشي بروفايلز نمشي تيست هنا نمشي كوبين باش نقوم بالتنزيل مع بن نحط هنا انستال مع بن نقوم بانستال مع بن هنا نشتغل هنا ريفرس ريست نقسم تيست اس كونترولر كي هنا كل اد ما بين ديبوندونس ريست كونترولر اد
نبدأش يعني نبدل لفرسون دي جبار عندي جبار 19 شكرا لي على صديق البرنامج تاعي فين السال test control test control voilà et le first shot arabes get mapping shot public link Hello. 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 Fine. Come let me say something, Anna. ماذا احنا شو نشيو بروجيكت شو نشيو توا احنا ايه باش ندانسيو اكزيكسيون دي بروجي نتاعنا بلي الابليكاسيون تاعنا دور ويب سيرفر فات تو ستارت بار بار 84 واز اريد ان يوز علاش هنا انا حالي دونك خاطر الابليكاسيون تاعنا كنمشي نحط لوكال هوست كادر ما كادر ما نو فيري واي دونك الابليكاسيون تاعنا دات هنا تفضل الابليكاسيون تاعنا ترانسيت مارتين اما واش نعمل هنا نطيحو الابليكاسيون هنا نوقفوها هنا اذا حاب نشوفو شنو الباور اللي يخدم على 84 نمشيو سي ام دي هنا نمشي نستات نستات موان ا او ان باش يعطيك البروسيس اللي يخدمو على المكان نتاعك تمشي هنا كثر ما كيف حد
parce qu'on a un autre problème, c'est mes frères, par exemple, quand ils jouent à 80-80, nous, c'est une en colo. استاد مهوان شنقول مشروع دور مشروع 23-266 كيف نمشي نشوف نوقف المشروع هذايا البروجي هذايا باش نقولو تاسك كيل تيري بي اي دي سكيل مكازيت تسكي يقول يسير المشروع قف نمشي هنا لنتيجة مرة أخرى نعاود ضرب واحد هنا عندي مشكل في السوليد تاعي هنا مشروع سيد دار كي نمشي هنا ونقول له يقول لي علاش ما نزيدو حاجة أخرى باش نزيدو هنا ميثود واحد نزيد طريقة أخرى هنا مابينغ سلاش نو هلو variable string hello hello vous voyez esto hello نوقف البرنامج نعاود نطور سيبود بروجيكت مشيت هنا نقولو هلو سلاش فلان هلو فلان دونك هنا باش نرجعو نطرقو على هادوما سكو نابال نسميوها لي زانوتاسيون هذي وهذا 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 دونك نمشي نرجعو هنا قلنا دونك هاذيا سبرينغ انوتيشن هاذوما ارباس ريست كونتور و جيت مابينغ سي سون دي زانوتاسيون و نسميو دي زانوتاسيون بالعربية هو تعليقات دونك تكون تعد تعليقات سبرينغ أحد الأشكال البيانات الوصفية التي توفر بيانات حول البرنامج يتم استخدام التعليقات التوضيحية لتوفير معلومات إضافية حول البرنامج هذا ليس جزء من التطبيق الذي نقوم به تطويره ليس هذا أي وليس له أي تأثير مباشر على تشغيل الكود هنا إيش قلنا بالإنجليزية Spring Boot Annotation is a form of metadata that provides data about the program they are used to provide fournir additional information about the program هذا ما قال تفسيره بالعربية حديث تفسير Spring Annotation بالفرق الإنجليزية وحديت من تفسير الحرب العربي
وهنا شنو استعملنا لي زانوتاسيون، استعملنا لانوتاسيون على سكونترولر، هذي على سكونترولر، استعملنا الجيت مابينغ. دونك تعليق سبرينغ كونترول كان بي كونسيدر از كومبينيشن اوف كونترول اند ريسبون، هي ديزاير بين لانوتاسيون كونترولر والتعليقة ريسباتي. لك البيانات فهمتوا often used to store copies، مسؤولة بس تلبي حاجات الباج ويب، صفحات الصفحات الويب. By default it returns the string that indicates the route to direct responsibility، هي ترجع المعلومة صفر بجيزون. استعملنا التعليقة get mapping it maps HTTP get request to the specific handler method، هي تعطينا الـ method specific. هنا هنا عنا method slash to put تعطينا hello world hello everyone، هنا عملنا زوز، هذه تستعمل هذه get mapping، هذه خرجنا hello world get mapping سوي مع الاسم تعطينا hello plus no، وهذه التعليقات زدنا في البرنامج تاع ريس كونترول و جيت مابينغ. اما حطيت الترسيم تاعها بالانجليزية بالفرنسية سيمفوني، حطيت الترسيم تاعها بالعربية بالانجليزية، وحطيت التصميم تاعها باللغة الفرنسية. فهمتي جيت مابينغ، دونك قلنا هنا ريكوست مابينغ تزيد بور مابي ريكوست ويب اكور اس كونترول ات كونسيدر كوم ان كومبيزون دانتيشن كونترول ريس باتي. نتمنى معناها الدرس الاول هذايا سمع معناها يكون سهل ومفهوم، وان شاء الله نلقاو في الدرس الثاني نشوفوه باش ندخلو في تطبيقه في برنامج اكثر تشعب بالبرنامج هذايا، باش نتعلمو باذن الله سبرينغ بوت على قاعده باذن الله. شكرا على المشاهده.